بص، هنا يعتبر اكتر مكان زحمة في السوق، لانه في محلات كتير جدا. في مثلا دول، هنقف عند محل فيه حاجات كتيرة. بص مثلا هنا دي حاجات بتكون زي دي، عايزين بيحطوا فيها زي اكسسوارز او حاجة، صابون، زيت الغار، عايزين دي حاجات طبيعي. حلوة أسينج دي، معمولة هاند ميد. لا حلو. يبقى دي الحاجات الاكسسوارز اللي ممكن نحطها على التلاجات، سوفينيرز. قد ايه هيدي؟ $50. هاي هاند ميد؟ اه $50. يبقى دول كنكات القهوة، أسينج دول نحاس، دول حلوين جدا، دول بيكونوا تتحمل الحرارة. وقد ايه هيدا؟ 500,000. بنحط فيها شيء سخن؟ بنحط فيها شيء سخن؟ ايه اكيد. وفي الركاوي، دول بتوع القهوة كمان هاند ميد، ودول فناجين قهوة. قد ايه مجموعة الفناجين؟ 600,000. وهو ده منافذ تبعول القهوة، ودول حاجات ممكن نحط عليها الكوبايات. حلوة جدا. بصوا دي كيوت جدا، حلوة قوي. في برضو المجموعات دي، دول بيحطوا عليهم الحاجات السخنة. دي كتير حلوة. هذه كتير حلوة، يعني ما بيروح. اوكي، ما بيروح على العجلة، ما بيروح. وقد ايه الفنجان؟ دزين و10. اوكي، هولي كلهم معمولين بالفرن، يعني ما بيروحوا وبيتحملوا حرارة. في ستايلات كتير زي هيك لاف ليبنون. وفي هون هودة طبعا لاف ليبنون على البطاط بنحطه. هذا كتير حلو. كمان ال بنحط عليها الكوباية السخنة. هاي قد ايه؟ هذه نحاس، هذا سبت فيها $5 الواحدة. $5 الواحدة. في اشكال كتير. فين هون بقى محلات تياب وشوزات. في ديزاينز كتيرة جدا، في شوزات كتير، سويتشيرتات زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت. في هون رسومات كده، تجديد المحل. بصوا في مثلا زي البنطوكليز، شوزات رجالي حلوين دول. دول نفس المحل اللي احنا دخلنا عليه، نفس الحاجة. شفتوا السوق زي ما انا وريته لكم؟ هنا بقى بيكون ممكن تاخدوا سوفينير زي كروت تكتبوا عليها حاجة. دول زي بوبات، محلات عصاير، ايس كريم. وبعدين بقى في تحت القلعة والبحر. هلا بننزل. ايه ام كلثوم؟ ام كلثوم وصلت لبنان يا جماعة. قد ايه حقها؟ $5. هذا التطريز هاند ميد؟ اوكي. شوف شو كاتبين، كتير حلوة. عنده حاجات مختلفة. يا حلوة المجموعة، كتير حلوة. هودي كتير حلوين. قد ايه هيدي؟ هيدا $10. اوكي. هودي نحاس؟ ايه كلها نحاس. لشو هيدي بيستعملوها؟ هي لضيف بيبيرات مكسرات تمر بدنا اياها. اوكي. هيدي لبنان، هيدي كتير حلوة. هاي قد ايه حقها؟ هيدي $15. هودي رسم ايد. واو.
هذه كثير حلوة. اوكي هذا بيكونوا هاند ميد. حاجة كده زي الكندل عليها برضو لبنان. دي حريصة مشهور مزار سياحي بلبنان. في حاجات هنا نحاس زي ما انتوا شايفين. دي حاجات خشب بقى. هودي الخشب قد ايه؟ هيدا الارزة هيدا. هيدي 350. يا على النبع اجت نسلي وسنا سبع وفي النسير على النبع اجت نسلي وصرنا سبع. مع وصل التوك توك على لبنان بس ده توك توك سياحي. لكم كل القلعة لأنه زمروا تنطلع فبلك مرت الجاي بنجي سامعين خلاص فلين نحن فلين بلك مرت الجاي بصور لكم إياها كلها بس هي كتير حلوة. الفيو بيجنن وعايزة أقول لكم إنه هو أحلى بكتير من الفيديو. الفيو في الحقيقة تحفة بجد. شايفين ده مثلا الطريق بينزلنا على الطريق البحري وهنا عاملين زي بتاعة فرنسا القفل بكتب عليه اسمك انت وحبيبك خطيبك جوزك. حلو جدا. او بكتبوا الاسامي هنا كيطة. بصوا هنا نازلين بقى على المرفأ البحري بتاع السوق. وهنا دول مطاعم تقدروا تيجوا تتغدوا فيها او ممكن تاخدوا بوت زي كده. بصوا الجو الموج عالي النهارده عشان الهواء شديد. هناكل الايس كريم. انا هاخد نوتيلا هديها يسلموا. بصوا دي اول مرة انا اجرب الايس كريم من الدوم سنتر. على طول كنت بجيبه من اسمه ايه؟ ابيدور. هي الاسامي هنا مجعلصة شوية فهناخد دوت حب ونحفظها. انا هدوق ادوقه حلو ولا لا عشان لو حلو لما تيجوا جبال كله من عنده. لو ما عجبنيش هقول لكم تروحوا عند التاني الغريب العجيب ده. اكيد كانت طيبة عشان النوتيلا بعيدة من خبر. طيب فيها مثل بسكوت حلو. طيب يا جماعة تعوا. بصوا رجعنا من بعد الايس كريم ودي حاجة اصلا ما بتحصلش يعني الواحد بيحدق بعد ما بيحلي. فجينا عند دراك ده اكتر محل انا بحبه في البيت. بحب كل اكله. دي عنده حلوة جدا مشهور مع عنده حلوة جدا بس النهاردة طلبنا بطاطس عشان قطعين.
شفت ارنب شو مهضوم عيونه حمراء المهم ده كان فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا انبسطتوا معي، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب حطوا كومنت حلو، اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.